تسلم فخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام للكومنولث الأسترالي أوراق اعتماد سعادة السفير أحمد عبدالله الهاجري سفيرا لمملكة البحرين لدى أستراليا المقيم في جاكرتا. وخلال اللقاء نقل سعادة السفير أحمد عبدالله الهاجري تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الحاكم العام للكومنولث الأسترالي، وتمنياتهما لحكومة وشعب أستراليا الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. وأكد سعادة السفير اهتمام مملكة البحرين بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والعمل على تطوير تلك العلاقات على كافة الأصعدة بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه كلف فخامة الجنرال ديفيد هيرلي سعادة السفير بنقل تحياته لعاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياته لجلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بموفور الصحة والسعادة، متمنيا لمملكة البحرين استمرار التقدم والنمو.